مش حتى تشجيع بالنسبة لنا. احنا معناها نحكي كأجنس دو فواياج يعني كوكالة أسفار وباعثين شبان يعني كل شيء وحدنا نخدمه. احنا هما اللي نجيو احنا هما اللي نلوجو. نعطيك اكثر من هذا ميم سي حتى مثلا الناس ما فما دي بروموسيون فما دي زوتيل ميم با يبعثونا الا ما كونتاكتيهم احنا باش هما يتفكرونا. دونك ما مريتش حاجه تسهل لنا ابار معناها احقاقا الحق. مثلا الفيدراسيون يعني متاع وكالات الاسفار هي اللي دو طون زون طون تتفكرنا مي سينو معنا حتى شيء معنا حتى تسهيلات. عندك حاجه باش تخلص اذا ما تخلص في الوقت عندك ان ديلي معين البروف اللي حتى فما شكون عندهم مشاكل تويكه. نحكي مثلا من فئه صنف اي يعني وكالات الاسفار صنف اي احنا ب ما عندناش مشكله في التسكي ماتيريال وكراهب وخلاصات وكل شيء. دونك هما اي روتار يلقى الليزينغ طايحه عليه خلاصات دو بارتو اي اون بلوس ما عندوش شويه لازم يخلص في الديلي هذاك. ديجا دايور في البيريود هذه فما دو تخوا اجونس في جربه انا نحكي على جربه سكروا يعني عندهم اذن كيفاش امر بالغلق 6 اشهر يعني نصور الناس كل تعاني المشكله ما فما حتى تسهيلات وحتى تشجيعات بالنسبه للوزاره. يعني انت لاتونتا اللي صارت وهما شنو الاجراءات اللي اخذوها؟ صحيح فما اجراءات تشجع كما انت قلت وكما الناس الكل نتصور يعني متفقه معنا انها تشجع كان اصحاب النزل ما تشجعش القطاعات الاخرى. كي باش تجي تقول لي انت تاثرت انا نقول لك لا ما تاثرتش دون لو سونس خاطر انت ماكش حاسس بيا خاطر انا راني ما نخدمش مع الحريف اللي انت حاير عليه. صحيح مثلا تقول لي قطاعات اخرى خاطر احنا السياحه راهو كامله تبع بعضها نحي لي الاول انكلوزيف تو يخرج الحريف ويشري الزربيه ويشري البلغه ويشري باكو حليب ويشري دبوزه ماء ما تخليهش في وسط في محصور يعني ما تخليهش محصور. انت تحب الحريف كيف تجيبه وتحطه في الوتيل يشري البيبلو يشري كل شيء في وسط النزل ما يخرج لكش مام حتى باش يبدل البي نتاعو تقولوا انت لا راهو نو موديفيابل نو حتى باش نخدموا معاك ما نخدموش. تجي يقول لك باش يعدي ريزرفاسيون بار اجونس يلقاه 50% بارابور اللي انت بايع له هو شاري بي وكل شيء ما تكلفتلوش حتى 100,000 في النهار الوغ كو انا كي باش نبيع له النهار انت حاسبهولي ما اقلش من 150 دينار كيفاش باش نعمل انا؟ معناها ما عندك حتى اتوره. معناها وقتاش يعملوا لنا دي ريدكسيون ولا حاجه وقت تصير حكايه كيما هكايا وزاد يوبليجي عليك يقول لك مثلا ريزرفاسيون افون تيل دات عرفت يعني يحسرك ما يخليكش تخدم اليز. كيما قلت لك فما ميم ما عندهمش ميزاجور يعني انت تسمع اتور يا ترافير ساعات على لي سيت تسمع لي فما دي ريدكسيون تولي انت تكونتاكتي معناها ماش هو يخدم في خدمته. لا شك فيها احنا نخدموا مع الخدمه نتاعنا كلها مع الوتله مع المغازات اللي موجوده في الوتله والمغازات اللي تعتمد مع العموم ناقصه في الحقام وما ثماش خلاصات بحكم ان الوتله اغلبها كلها مسكره. اللي دريك ستور اللي في الوتله كلهم مساكن مضروبين كل مضرورين من الحادثه اللي صارت في سوسه. اصحاب النزل اللي ياخذوا في قروض ميسره باش يبنيوا الوتله الوتيل يتكلف 3 مليارات ولا 4 مليار دوات يجيبوا لهم فاتوره يحسبوا لهم 14 مليار يعني ما كفاهش هو شاركة في المواطنين وفي التجار في الفلوس نتاع البنوك والبنوك تعطيه قروض ميسره واداءات غير عاليه وبينما فاحنا التجار صغار ديما نزيد علينا ويبدا نقص حتى 20 ولا 100 دينار الشيك بري افي ب 80 دينار وب 100 دينار تاجر ضعف ما عادش عنده بحكم زاد الاحتكار نتاع المغازات الكبرى هما اللي قلقت الناس الكل وزيدك الضربه هذه والسوق الموازيه ما يخفاكش زاد السوق الموازيه القبضة تحب عليك الفلوس، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يحب عليك الفلوس، الخدام ماهش خالص. ظاهرة كبيرة مشينة جدا جدا زادة، كيما هما قاعدين يعاونوا في الوتلة سمعنا زادة بلغنا اللي كون ستاك عندها ديون متخلدة للوتلة تناهز 18 مليون دينار، عفاوا عليهم مش باش يستخلصوهم، والتجار والمواطنين فاتورة ب 50 ولا 60 دينار يجي يقص عليه الضوء، يبقى هو عائلته في الظلام. وزارة السياحة بطبيعة باش تتلهى بالفنادق.
وحنا وزارة الاقتصاد أو وزارة التجارة نتاعنا ما تلهاوش بينا كتجار، ما ثماش تخفيضات في الديون، الديون وحتى نتاع البنوك قاعدة تطلع وليس تهبط، ديون كبيرة ياسر معناها ثقلت كاهل أغلب التجار تعاني، وزيد معناها كذلك وزارة المالية نازلة على التجار بالدفع الضرائب، وزيد معناها السوق المواسية إلى يومنا هذا معناها في تزايد وليس معناها ما نقصتش، قاعدة تزداد في كل شيء، معناها احنا أغلب التجار كما يحل كما يسكر، اليوم تاجر ماش عنده حتى باش يخلص الكلام، هدد معناها بطرد حتى من المحل نتاعو، ما عندوش باش يخلص الأداءات، لأن ثقل الكاهن نتاع التجار بصفة عامة. بعد الحادثة نتاع سوسة ضرينا برشا على خاطر الخدمة نتاعنا كلها سياحة، النزول نجم نقول أغلبهم أغلب النزول قاعدة تسكر، أغلب النزول معناها اللي سكرت من مدة كذلك، الثقل كهلها حتى هم بالديون، ما ثماش اعتناء معناها نجم نقول حتى من السلطة ما ثماش متابعة، انعدام الأمن جملة وتفصيلا. معناها كما تشوف في جزيرة جربة اللي يلزمها قطب سياحي، معناها يلزمها عناية خاصة، معناها تمثل مورد من موارد الاقتصاد التونسي، لكن مع الأسف الشديد معناها ما تلقى حتى حد فيها. أولا معناها كفانا بناء النزل، هذه من أهم الأشياء يلزم تتوقف بناء النزل في تونس كاملة، لأنه أغلب الوتلة مسكرين و ثم وتلة اللي عندهم 87 سنين و10 سنين ما عادش يخدموا، ولا يخدموا سيزونين تاع 3 شهور، والى يومنا هذا باقي يعطوا في رخص في بناء النزل. يليد تعتني بالموجود وتحسن الموجود وتحسن البنيه التحتيه، وتيل في جنب وتيل وتيل في جنب وتيل، وكلهم مسكرين يخدموا كان 3 شهور، والفلوس وين ماشي الا في النزل، وتعتني بالبيئه، توفر البيئه، توفر الامن، تولوا التاكسيسي او الكار يهز إلا الجوست لساحبه حانوت معينة، أو يهزوا فيهم كذلك للسوق الموازي للسوق السوداء هذه، لا وقاعدة تزايد، معناها نفس القطعة اللي بتلقاها في الحانوت تلقاها برا، معناها بربع الحق، خاطر ما عندوش يخلص لا في أداة ولا يخلص في ماء ولا يخلص في ضوء ولا يخلص في حتى شيء، هو حتى المعلوم البلدي 10,000 فرنك يطلب عليه اللزام يعطي فيه في دينار إذا كان مش طرده معتاح حتى من الليل.